La prédation, et d'ailleurs, quand je fais la prédation, il y a comme définition, c'est une relation trophique. Donc, les chaînes trophiques. Donc, c'est une relation trophique, une interaction biologique dans laquelle un individu, le prédateur, se nourrit d'autres individus. Le fadloka, le proie. Le proie, il y a le fadloka. Le prédateur, quand il faut y avoir de la plante, ou le proie, il y a de la plante. Ou il y a, l'exemple, quand il faut de le bois, il y a le prédateur, ou la zèbre, il y a là, le proie. Il y a les espèces animaux, donc les espèces. Voilà, les espèces, l'exemple des espèces végétaux, donc les espèces végétaux, l'espèce animaux, donc la prédation, l'espèce A qui court, la plante, ou l'espèce B qui court, la zèbre, donc la relation prédation. Donc, il y a la relation du cannibalisme. Le cannibalisme, le fait le cas, c'est une pratique qui consiste à consommer complètement ou partiel. Donc, complètement ou partiel. Complètement, il y a que définitivement qui s'élimère. Il y a partiel, un individu de sa propre espèce. Donc, il y a le cannibalisme. On voit, fait le cas, il y a le bâtard, عشان نشوفوا دوك القبائل اللي كياكلوا البقر، قبائل اللي كاينين مثلا كانوا واحد القبائل في كسميتو في امريكا، كانوا واحد القبائل اللي في لافريك دي سود، لافريك دي سود جو بونس وي ديال السود، اللي كان فيها لي زيتر هومان كياكلوا لي زيتر هومان. دونك عندنا جوج، كاينه الكانيباليزم مثلا في هذا اللغز هو كياكل واحد معاه، وكاينه ديال الانسان. مثلا درت على الكاريكاتور ديال انه كيشرح كيفاش الكانيباليزم اللي هو من لو ميم اسبيس، كياكل لو ميم اسبيس. دونك هذا هو الكانيباليزم، وديما واحد الاسبيس كيكون رابح والاسبيس الاخر كيكون خاسر. دونك هذا مثلا هو اللي رابح، وهذا مثلا هذا هو اللي خاسر. هادو رابحين حيت غياكلوا هذا، وهذا ديما خاسر حيت غيتكال. دونك هذه ديال الكانيباليزم. فهاد لو كا ديال لا غرونوي، لو كا ديال المونطو ليزيوز، هي دي المونطو ليزيوز، دونك غتاكل اللي معاها، هذا كياكل نفس لي سبيس اللي معاه. دونك كي بالعربية هو انك كتاكل نفس لي سبيس اللي معاك. مثلا كنقولو وكتاكل راك كتاكل لحم البشر بحال هكا، دونك كتاكل نفس لي سبيس. هذا الكانيباليزم، اون غولاسيون بيولوجيك كتسمى الكانيباليزم. دونك ندوزو للكومبيتيسيون. دونك غولاسيون كومبيتيسيون اللي هي جوج ديال جوج ديال لي سبيس كيكونوا خاسرين فيها. مثلا لا الكومبيتيسيون كوم ديفينيسيون دي زورغانيزم كي بوغ سويف ان ميم بوت، ياك ركز معايا، كي بوغ سويف ان ميم بوت بوغ لي ميم بوزوان. Et la reproduction compétition qui est l'intraspécifique, il y a entre les mêmes espèces. Maintenant, c'est intraspécifique, les mêmes espèces. Donc, l'intraspécifique entre les mêmes espèces. Ou qu'il y a l'interspécifique entre les espèces différentes. Donc, entre les espèces différentes. Bien sûr, la compétition, dis-moi que tu connais la hesab, maintenant. المنطقة اللي غادي يعيش فيها داك الكائن الحي، أو لي بوزوان يوم النوتريسيون مثلا. دونك هادي هكا كتكون الكومبيتيسيون. أما مثلا في هاد لوكا ديال مثلا القطيع، مثلا نهضرو على القطيع، كتكون كومبيتيسيون مثلا على المغياج، كنشوفو شكون مثلا الذكر اللي كيكون قوي هو اللي غادي يتزوج بديك لا فيميل. فهاد الاولى كنشوفو مثلا في لا كومبيتيسيون ديال شكون اللي غادي يقود القطيع، شكون اللي غيكون القائد ديال القطيع. هادي كتكون من بارمي لا كومبيتيسيون، اولا البلاصه ديال الصيد، المنطقه ديال الصيد. دونك كتكون واحد لا كومبيتيسيون ديال لي زيسبيس.
في لوكا ديال الفيجيتو دونك كنشوفو هكا، عندنا كاينه الكومبيتيسيون ديال لي بلونط جيون مع لي بلونط لي بلونط بوتي، كتكون كومبيتيسيون على لي نوتريمون، على لو، على لي بوزوان كومبلي، توت لي بوزوان. نفس لوكا هنايا دونك كنشوفو ان هاد لا بلونط او لا نوار الشمس كنقولو لها، كتكون غالبه عليها هاد لي بلونط هادو اللي كيخليو انك ياكلوا لها دوك لي نوتريمون ديالها كاملين، ما كيخليوهاش انها تاكل لي نوتريمون ديالها كومبلي. دونك كتكون واحد لا كومبيتيسيون، واحد المنافسه بيناتهم، باش هو بجوجهم كيكونوا خاسرين، دونك حتى واحد فيهم ما كيكونوش رابحين بجوج. فلوكا اخر لوكا دونك هادو هما لي زانتيراكسيون. كاين واحد لانتيراكسيون واحده اخرى اللي سميتها سابروفيتيزم. لا سابروفيتيزم هي لورغانيزم سونوري دو ماتيير اورغانيك او فيجيتال، بمعنى سابروفيتيزم كتكون هي عند لي تقريبا عند لي ميكرو اورغانيزم او لا عند لي بلاتيلمان او لا هذا اللي كيديروا لا ديكومبوزيسيون ديال لا ماتيير اورغانيك سواء فيجيتال سواء انيمال دون لو ميليو اكستيريور. دونك ديما كتكون لا ديكومبوزيسيون، لا ديكومبوزيسيون هو داك التحليل، دوك لي زيتر فيون اللي غيديروا لنا التحليل غيديروا لا ديكومبوزيسيون. دونك هادو هما لي غولاسيون في لوكا هنايا ديال النوتريسيون، السيمبيوز، ميتياليزم، كومونساليزم، امونساليزم، بارازيتيزم، بريداسيون، انيبالي، كانيباليزم اي سابروفيتيزم. مازال ما زدتش هنايا. دونك الكومبيتيسيون اي هنايا نشوفو لا ديفينيسيون، توت لي ديفينيسيون اللي هضرنا عليهم من الاول، ميتياليزم، كومونساليزم، امونساليزم، بارازيتيزم، البريداسيون، الكانيباليزم، الكومبيتيسيون وصا بروفيتيزم. دونك هنا غادي نكونو سالينا الدرس ديال لي زانتيراكسيون اونتر لي زيسبيس او لي زانتيراكسيون بيولوجيك. جو فو رميرسي. الى كانوا دي كيسيون ف يكفي انكم تحطوهم في لا ديسكريبسيون، وغادي نديرو نديرو دي فيديو اللي غادي يكون كيشرح مثلا هادوك لي كيسيون، غنديرو دي فيديو من خلال دوك لي كيسيون ديالكم، يعني اي كيسيون مرحبا. ومن هنا لقدام غنوليو نديرو شي دي فيديو كيشرحوا مثلا هاد لي زانتيراكسيون، وغادي نديرو بزاف ديال لي فيديو. الى هنا دمتم سالمين، ميرسي دو فوتغ اتونسيون، اي اوفوار.